مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياة، برحب بحضراتكم فقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. الرشاقة والجسم المتناسق بيكون حلم لكل بنت وكل ست، كل ان هي تروح تجيب اللبس اللي على مزاجها، المقاسات اللي خلينا نقول صغيرة يكون شكلها اشيك، ده بالنسبة لها حاجة كبيرة جدا. بس للأسف في بعضهم ما بيبقاش عارف يعمل ايه، بيمشي على نظام دايت معين عشان صاحبتها فلانة مشيت عليه، فهل ده ينفع مع ولا لا؟ ممكن للأسف يجيب نتيجة عكسية. علشان كده في ناس بيكون عندها سمنة متراكمة في بعض المناطق ما بتبقاش عارفة تتصرف فيها ازاي، ممكن الجسم كله يكون تمام وشكلها لطيف بس في مناطق معينة فيها سمنة متراكمة. علشان كده مشاهدينا احنا هنتكلم النهاردة عن السمنة المتراكمة، عن الترهلات، هنتكلم عن شد الترهلات كمان بالتفصيل. لكن اسمحوا لي في بداية فقرتنا ارحب بضيفي وضيفكم الاسم الكبير في عالم التجميل، استاذ دكتور عبد الرحمن عوضين، استشاري جراحات التجميل والليزر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ رحمن. يمكن يا دكتور زي ما قلت في البداية، بنات وستات كتير ممكن يكون جسمها في كويس بس بعض المناطق بيكون فيها ترهلات او سمنه موضعيه، عايز حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل. هو مبدئيا الترهلات بيبقى لها اسباب متعدده، من اكثر الاسباب هي التارجح في الوزن زي ما حضرتك قلتي، او الناس اللي وزنها بينزل مره واحده، يا اما الاسباب جراحيه، حد عامل جراحات تنسيق قوام اللي هي مش تنسيق قوام، جراحات جهاز هضمي اللي هي تحويل مسار او جراحات تكميم او ما شابه، فالوزن نزل مرة واحدة، أو حد تعرض لظروف صحية تسببت في نقصان الوزن مرة واحدة، أو ما بعد الحمل والولادة حصل ترهلات في أماكن معينة. وهنا نقول بقى الترهلات فين؟ الترهلات في الجسم كله بتبدأ من أول الجبهة لغاية منطقة الفخذين. هل الترهلات في الوجه؟ هل الترهلات في الرقبة؟ هل في منطقة الذراعين؟ هل منطقة الذراعين دي يا دكتور دي مشكلة، واحدة ممكن تلاقي جسمها كويس جدا بس منطقة الذراعين فيها كارثة. هي بص حضرتك، ترهلات الدهون او تراكم الدهون في منطقه الذراعين مع ترهلات الجلد في المنطقه دي بتعمل مشكلتين، المشكله الاولانيه مشكله وظيفيه، هيبقى تراكم كبير، بتعمل الام في الكتفين، مضافا ان الشكل الجمالي بيبقى غير متناسق تماما، يعني ممكن يكون الجسم شكله كويس وبتجيب ملابس زي ما حضرتك قلتي نفس مقاسها، تضطر نجيب مقاس اكبر وبتدي انطباع ان هي زي البادي بيلدرز او ما شابه. وهنا نشوف بقى هل في تراكم دهون بس؟ يعني هي الدهون متراكمه مع سن الترهل خفيف، يبقى هنا هنشفط الدهون وبنستخدم حضرتك اربطه ضغطه لاصقه مع برضو كرسيه او مشد للدراع عشان يحافظ على ان الجلد ما يترهلش وينكمش مره تانية خلال شهر او شهر ونص. لكن لو الترهل ممسوك بالايد، يعني نقدر ان احنا نشيل جزء من الجلد، بنشوف بقى الترهل ده فين. اوقات يبقى الترهل في الجزء العلوي من الذراع، وهنا بنلمه على شكل جرح، على شكل هلال تحت الابط، يعني جرح نصف مستدير ده تحت الابط بقى متداري تماما. لو الترهل واخد الدراع كله، وهنا نقول ده جرح بنعتبره جرح غير محظوظ، لان بيسيب اثر شويه الجرح واضح، طولي بقى في بيبقى واخد الدراع كله من الداخل، وده بيبقى عكس خطوط الجسم، يعني احنا عندنا شد الدراع من الجروح اللي بنقدر نقول ان ما نوعدش العين هتختفي تماما، انها هتبقى متداريه، هو يقدر يداريها باللبس، لكن مش من الجروح اللي ماشيه مع خطوط الجسم زي شد البطن، زي الجروح اللي حوالين الهاله في تجميل الثدي، زي شد الجفون، جرح يبقى شبه مختفي تماما. يعني في جروح بتبقى جروح محظوظه، يعني احنا بنعملها تجميليا نقدر نداريها بطريقه جماليه وبتبقى شبه مختفي. وفي جروح لا، لازم هتسيب اثر منها شد الدراع. هنقول بقى موضوع الذراعين دول، لما نيجي نعمل تجميل الذراعين دايما نقول نعمل تجميل، وكلمه شد دي بنحاول احنا نبعد عنها. ليه؟ لان انا مش عايز اشيل دهون بس، انا عايز اشكل الشكل الجمالي، ولذلك كتير قوي اما نقول هنعمل تجميل للذراع، الذراع له ابعاد جماليه، يعني في سمك بيتدرج مع الذراع في اماكن معينه مع استداره معينه، فانا لما حاجه اشيل الجلد الزايد هحافظ على هذه الاستداره، ما يبقاش الذراع واخد استدارته عاديه وجاي مره واحده مقطوش كده، يعني عامل زي ممر مسطح، لا ده جماليا مش كويس. الصح ان انا احافظ على استداره الذراع، هو في تناسق من الكتف لغايه كف الايد او قال. يعني مهم قوي من اول الكتف لغايه الكوع احافظ على الاستداره، مضافا عدم الترهل، مضافا التدرج بقى، يعني هو في تدرج في السمك، يعني مش كل سمك واحد، وفي نفس الوقت لازم يكون الاستداره واخده شكل دائري، ودي بتاخد وقتنا
وهنا نقول بقى مهم قوي نكون عارفين الابعاد التشريحيه هنا، علشان هي عمليات تجميل عمليات السهل الممتنع، لان في هنا اعصاب حسيه رفيعه قوي. هذا العصب لو اتاثر يبدا العيان يعاني لفتره طويله من الام وشكشكه ونغز في دراعه ومن تحت، لان العصب اللي بيغذي الدراع او الجزء السفلي ده معدي معانا، فلو اتاثر هيبقى فيه مشكله. المفترض حسب بقى لو تراكم الدهون قلنا شفط، يبقى العمليه في حدود نص ساعه ساعه مش اكتر، وبيقدر يمشي في نفس اليوم. وبيلبس بقى المشد ده شهر ونص. اي شفط دهون نفضل المشد من 3 اسابيع لشهر ونص حسب الكميه وحسب مستخدمين تقنيه فيها حراره ولا لا، اللي هي الليزر الفيزر وتيفر. الحاجه الثانيه والمهمه بقى، هل هنعمل شد؟ لو الجرح صغير تحت منطقه الابط، الناس اللي عندهم تراكم صغير بس في الجزء العلوي النص الفوقاني من الدراع، دول ما بيحتاجش درنقه، يعني بنقفلها بس هو بيحافظ انه يتجنب العرق يتجنب الحر. والجرح بيبقى شبه مختفي ومداري مع الابط تماما. المرحله اللي بعدها لا، بيبقى واخد الدراع كله، وفي هذه الحاله لو من الدرجه الثالثه اللي هو ترهل كبير، لا هنحط درنقه تقعد معانا 3 ايام. بعض الناس يبقى عندهم الترهل ده معاه ترهل الظهر من ورا، يعني الظهر نفسه مترهل من ورا، وهنا بنعمله على شكل حرف زد عشان نكسر الخط المستقيم، وبنداريه مع ثانيه الايه الابط بالطول، يبقى جرح شبه زجزاج لاين كده، وبرضه هنحط الدرنقه بتاعتنا. يعني ترهل الظهر ممكن هو يتعامل مع ترهل الدراع. هو ترهل الظهر اماكن اصلا، الجزئيه اعلى الظهر يعني اسفل الابط لغايه اخر ثانيه السد، ده بيتعامل مع شد الدراع. في ترهل ما تحت السد بقى، المنطقه السفليه دي بنسميها الباك رولز، اللي هي لفائف الظهر. لفائف الظهر دي طرق، يعني يا اما نشفطها يا اما بنخش بطريقه جراحيه خفيفه كده، في هنا اربطه هي العاملة التانية دي. لو فكينا الرباط ده بطريقة معينة كده مع شوية شفط بالليزر، غالبا مش هنحتاج شد. الناس اللي بقوا شايلين كتل، في بعض الناس تبقى دي أسبابها وراثية على فكرة، مش مرتبطة بالسمنة. يعني في ناس عندهم سبب سمنة، وفي ناس أسباب وراثية، بتلاقي بعض عائلات عندهم الظهر من ورا فيه كتلتين كده. وفي هذه الحالة بيبقى متني لدرجة، احنا عندنا ترهلات في أي مكان في الجسم بنقسمها درجات. الدرجة الأولى والدرجة التانية لو خفيفة دي بتستجيب للشفط والتقنيات اللي فيها حراره. من اول الدرجه الثالثه او الدرجه الثانيه المترهله، لا هنا هنحتاج قص جراحي. الترهل الظهر من ورا اللي حضرتك قلتي عليه، اللي هو اسفل منطقه الساد، اللي بيبقى تانيتين كده مع القفص الصدري، ايوه بيكون واضحين قوي عند ناس كتير. دي غالبا هنحتاج شد جراحي. والجرح بتاعه بيمشي مع تانيه الظهر، بيبقى جرح مايل كده ماشي مع بالظبط حضرتك مع القفص الصدري او الضلوع. وبالتدريج بقى شكله الجمالي مقبول، بس ما بنلجالوش غير الناس اللي عندهم كتلتين كبار. بيبقى اولا تقل مقصر. مشكلتنا حضرتك في تراكم الدهون مع الترهل بكميه واضحه، ان بالتدريج بتاثر على الحركه الطبيعيه طبعا، مضافا بتعمل الام، لان اي جزء محمل يا اما على مفصل يا اما محمل على عظم. ويبدا اللي يشتكي يقول لحضرتك انا ظهري بيألمني، يبدا هو عشان يعوض ده يا اما يبدا مايل لقدام شويه، يا اما فقرات ظهره توجع. وهنا نقول بقى لو هنشفط ومفيش ترهل كتير، او هنفك الرباط ده خفيف، او لو ترهل درجه رابعه لا لازم جراحه في الظهر من ورا. تمام. طيب يمكن يا دكتور حضرتك قلت في بعض الاجسام او بعض الترهلات بيكون فيها شفط دهون وشد للترهلات، ممكن نعمل الاثنين في نفس الوقت؟ هو غالبا في حالات كتير بنحتاج ندمج الاثنين مع بعض. ليه؟ لان حضرتك علشان المنطقه المحيطه بقى فيها تراكم دهون، فبنحتاج ان احنا نساوي او نعمل زي ما نقول نعوم هذا التراكم الدهون بشكل جمالي مع الجزء اللي احنا شدناه. بس هي الجزئيه الهامه جدا، في اوقات ما نقدرش ندمج الاثنين مع بعض، لو في اماكن معينه الترويه الدمويه بتاعتها فيها نسبه قلق. يعني ازاي؟ احنا اي جزء بنشده وبنعمل له تجميل بنعتمد على شرايين مغذيه الجزء اللي هو حر، يعني في جزء رفعناه من الجلد، الجزء ده لازم يكون واصل له واسطه شريانيه بتغذيه كويس جدا، علشان اما نيجي احنا نعمل تجميل يفضل يلتئم الجرح تاني. لو اثرنا على الواسطه الشريانيه دي هنا هيبقى في مشكله، ولذلك بنقيم الموضوع. الشفط مش هيضايقنا لو عملنا معاه الشد يبقى نعمل، لو في اماكن من اللي احنا بنعتبرها جماليا ممنوع الشفط مع الشد فيها لا يبقى نعمل الشد بتاعنا، وبعد كده يبقى نعمل الشفط، او نعمل الشفط وبعدها الشد ب6 شهور. بس مهم قوي ما هنعمل يعني الشفط هو بتاعنا. كل واحد يعني حسب الحاله نعمل شفط الاول او شد الاول، ولا زي ما حضرتك بتشوف؟ هي بتختلف حسب كل حاله، حسب المشكله. حسب المشكله وحسب المكان اللي فيه الترهل، وحسب كميه الترويه الدمويه في المكان كويسه ولا لا.
وهنقدر ان احنا بعد كده الالتئام هيبقى كويس ولا لا؟ يعني في عوامل كتير بتحكمنا، بنحدد على اساسها. هل هنشد ونشفط؟ هنشد بس، هنشفط وبعدين نشد، او العكس؟ فهي هي تقييم بيختلف من حاله لحاله. طيب يا دكتور، ننتقل بقى لمنطقه ثانيه وهي منطقه الفخذين. في طبعا ناس كتير وستات كتير عندها مشاكل في المنطقه دي، سواء دهون او ترهلات، التعامل معاها بيكون ازاي؟ هو بص حضرتك، تراكم الدهون في الفخذين واخد اتجاهين، يعني يا اما الفخذ من الداخل يا اما الفخذ من الخارج. من الخارج. منطقه الفخذ من الخارج دي غالبا بنشدها فوق على شكل هلال، ودي مع منطقه الحوض، يعني حتى مع بتكمل جرح شد البطن. واوقات كتير في المنطقه العربيه بتاعتنا ما بنعمل شد البطن، بنعمل شد للجزء الخارجي من الفخذ. اوقات يبقى معاه تراكم دهون كتلتين كده على منطقه الارداف من الجانبين. وفي هذه الحاله ده بنشفطه. اوقات بقى يبقى الترهل شادد معانا لتحت، وهنا بنشد كل ده لفوق، وغالبا ما بقدرش نعملها مع حاجه ثانيه، بتبقى لوحدها. يعني يبقى شد الفخذين من الخارج يتعمل مره، وشد الفخذين من الداخل يتعمل مره، ما يتعملش الاثنين مع بعض. اوقات نعمل مع شد الفخذين من الداخل، نعمل حضرتك شد الاليا، منطقه المقعده من تحت. الفكره في شد الفخذين من الداخل بس، عايزين نقول نفس الدراع. اوقات يبقى الجرح ماشي مع البيكيني لاين، مع الخط ثانيه الفخذ. لو الترهل كله فوق نقدر نلمه. اوقات لا، يبقى على شكل حرف ال، وحسب الترهل اوقات يوصل معانا حرف ال الطولي ده، الحرف الطولي منه لغايه منطقه الركبه. الجروح حسب التئامها، حسب طبعا نوعيه الجلد، حسب الاستجابه، لكن يعد افضل من جرح شد الدراع، لانه برضه عكس الخطوط، لكن جماليا افضل من شد الدراع. نقطه مهمه نقولها، شد الفخذ بالذات، يعني هو التجميل عموما لازم نروح لجراح متخصص، بس شد الفخذ بالذات عشان الاوعيه الليمفاويه بتاعه الجزء السفلي من الجسم معديه في منطقه معينه من الفخذ من الامام، لازم حد متخصص، لان لو حصل هنا تورم ليمفاوي غالبا مش هيتعالج. يعني لازم التخصص والمهاره بقى هنا. التخصص والمهاره، حد يكون عارف بيعمل ايه، لان مشكلتنا في التوقيت الحالي حضرتك انتشار قصه جراحه التجميل بكميات كبيره، بقى في ناس غير متخصصه، بقى في ناس ما خدش فترته الكافيه للتدريب، فبتفاجئ بمشاكل كتير. فهي العمليه عايزه بس ان تتم بتقنيه جيده، ونشوف بقى هل هنعمل معاها برضو شفط دهون ولا لا، هل هنعمل شد الفخذ الداخلي ده وهنشد معاه الاليا من ورا الجزء السفلي، لان الاليا برضو لو جينا نتكلم عليها بعد كده تشد من فوق او من تحت. بس بنقول شد منطقه الفخذين، اما هنيجي نعملها من الداخل او من الخارج، هنحافظ ان حركتنا القويه لمده 10 ايام ما تبقاش حركه عنيفه. لو هو شد الفخذ حركه بسيطه بهدوء بسيطه. لو شادين الفخذ من الداخل، مهم قوي اعمل حسابي ان انا همشي مايل لقدام لمده 10 ايام. بحافظ طبعا ان المكان ده ما يلتهبش، لان حرف ال ده جاي في مكان بقى قابل للالتهابات وقابل ان هو يتبل ميه، فعايز ان احنا نحافظ عليه ونستخدم الادويه بتاعتنا. طب هو لازم الحركه يا دكتور؟ يعني ممكن الناس تقول لك انا مثلا هاخد من شغلي اجازه 10 15 يوم وارتاح، ولا لازم الحركه؟ احنا دايما بنفضل ان المريض اما بيقوم من الجراحه بعدها على طول، مجرد ما بيفوق يقدر يقوم يتمشى داخل الحجره. لسبب، اغلب المرضى اللي بيعملوا عمليات تنسيق القوام بيكون عندهم نسبه كوليسترول عالي. والنقطه الثانيه ان بيكون نازل من سمنه. الرعده في عمليات التجميل اللي بتاخد ساعتين ثلاثه اربعه، فبنحب مش ندي ادويه ضد تجلطات الدم، فنحب نمشيه بدري تجنبا للجلطات. فهي برضو احنا بنوزن الموضوع، ان نعمل حاجه تجميليه بس في دماغنا على طول دايما البعد الطبي، ان هو طبعا. لا لازم يتحرك. بس بيتحرك وهو مايل لقدام شويه، بيتحرك وهو محافظ على انه ما يحملش على الجرح، يعمل حسابه ان اي شد احنا بنعمله، سواء شد للثدي شد للبطن، ان الجزء ده احنا عاملين له تجميل وشادين، فهو يحاول اول ثلاث اسابيع ما يعملش كاونتر اكت، ما يعكسناش، علشان الجرح ما يوسعش. وطبعا الجرح مش هيفتح، لكن يعني في نسبه ضئيله قوي، ده لو الجراح شادد بزياده ده الجرح ممكن فعلا يفك جزء منه. لكن الطبيعي الجرح مش هيفتح، ولكن هيبدا لون الجرح يتغير، ويبدا التئامه ويبقى بطيء، يبدا اثر الجرح يبقى ظاهر. فلازم احنا نعوض هذه الجزئيه بان احنا ما نحملش على الجزء اللي عاملين عليه التجميل او الشد. الحاجه الثانيه والهامه جدا، لو الثدي بنلبس مشد صدري بدري. لو البطن يبقى هنمشي مايلين لقدام شويه، بنريح الجزء اللي عليه الشد. معنى كده دكتور ما فيش اي مضاعفات الا اذا مشي كتير او ضغط على نفسه في الحركه شويه؟ لا، هو بص حضرتك، ما فيش جراحه ما لهاش مضاعفات، واخده بال حضرتك؟ لكن لما بنمشي على التقنيات الجراحيه والقواعد الامور بتبقى كويسه جدا. لكن وارد يحصل مضاعفات، ان يحصل تجمع دموي، ده طبعا حاجات
قليله بتحصل مع جراح له مهاره وله خبرته. وارد ان الجرح طبعا يلتهب يفك منه حاجه، لكن هو الطبيعي والمنطقي ان لو احنا شغالين مشدود بحساب مش شادين بزياده، ودايما نقول للدكتور في بداياته كده نقول له دونت بي اوفر انثوزياستيك، ما تبقاش متحمس قوي، لان بيبقى دكتور الشباب وفرحان فبيشد، وهو العيان نايم فاحنا بقى في مرخي العضلات فبيشد على اقصى درجه. الجلاله واخده شويه. انا عايز اقول له انها مش شد، يعني هي تجميل وليست شد. فتفاجئ ان حد جه يعمل تجميل بطن وبدا يبقى عندها مشكله، ان بدا عدم تحكم في البول او مشاكل في العلاقه الخاصه لانه شد بزياده. في حالات بتشوفيها فعلا تلاقي المريض مش قادر يفرد ظهره، حالات المريض مش قادر يفرد الجزء المشدود لان هو شد بزياده. مضافا الجرح نفسه بقى مشدود، بقى هو حاسس ان في خيط او استك شادد عليه. وهنا برضو دايما احنا لازم يبقى في توازن ما بين ان احنا بنعمل شد تجميلي وما بين ان هي العمليه فيها يعني على قد ما نقدر نشيل. لا، هي زي ما قلنا في الاول بنحافظ على الاستدارة الجماليه طبعا، بنحافظ على حاجه بنسميها فيكتور معاملات الشد والجذب، حتى في شد الوش، حتى في شد السلبي، يعني بنشد في اتجاهات معينه. يعني عكس اتجاه الجاذبيه بس في طريقه الـ دايما ربنا خالق السادي، الدراعات، اي جزء متحمل على اتجاهات معينه. فمهم قوي ابقى عارف انا الفيكتورز او الاتجاهات دي متحمل في انهي اتجاه، مش كله متحمل لفوق. في حاجات متحمله بزاويه اتجاه خارج الجسم، في حاجات متحمله الى اتجاه داخل الجسم، في حاجات متحمله طوليه. لو انا حملتها في مكانها صح لا ما يحصلش فيها مشاكل وما تريحش تاني والشكل الجمالي يبقى مقبول. طيب دكتور، نروح لمنطقه ثانيه بقى، منطقه الارداف. كل اللي بيسمعونا دلوقتي في مشاكل كتير قوي عندي، ناس كتير قوي، التعامل معاه بيكون ازاي؟ هو بص حضرتك، منطقه المقعده او الاليا او الارداف، كل الجزئيه دي مع الفخذين من الخارج من فوق، منطقه الحوض دي، المشاكل اللي بتعاني منها كتير من السيدات والبنات مشكلتين وبعض الرجال. بيبقى المشكله الاولانيه ان ممكن يبقى في تراكم دهون واخد كل المنطقه دي كلها. وتراكم الدهون ده نقول بدري، لو ظهر عند بنت 17 18 20 بدري لازم نتخلص منه. ليه بقى؟ ان وجوده لفتره طويله ده بيساعد ان العظم بالتدريج ينمو اكتر، لان الترويه الدمويه عليه اعلى ووجود الدهون عليه اكتر. النقطه الثانيه، يبدا محور الجسم يتغير، فتلاقي اللي عندها تراكم دهون في الظهر في منطقه المقعده بزياده قوي بتلاقيها ماشيه مايله لقدام. على المدى البعيد لما نيجي نصلح الجزء ده تجميليا بيكون محور ارتكاز الجسم اتغير، وبالتالي بيفضل برضه خد بقى وضعيه معينه او شكل معين. دي جزئيه. الجزئيه اللي بنقدر نعملها ايه؟ نقدر نشفط مع الوضع في الاعتبار ان بعض الناس عندهم الحوض عريض، يعني العظم نفسه عريض، ودي تبقى عائلات او اسر، وده بنعوض الجزء ده باللبس. في بعض الناس بيبقى المشكله اكتر من كده، ازاي؟ يبقى منطقه الحزام وهي انسه فيها تراكم دهون واخد الجزء اللي فوق الاليه، والاليا نفسها ساقطه تحت وفاضيه، المقعده منطقه فاضيه خالص وعندها تراكم دهون في الجنبين. فبيبقى اما بتيجي تلبس لبسها كسيده بيبقى المكان الخلفي ده مستقيم تماما فاضي، الجانبين فيهم تراكم دهون، الحزام والوسط فيه تراكم دهون، وهنا انا بسحب الدهون دي وبحقنها في منطقه المقعده. اوقات وفي حالات طبعا مش كتيره بس موجوده نحتاج ان احنا نحط دعامه عشان نعيد تشكيل منطقه المقعده تاني عشان تديلها الشكل الجمالي. وبرضه انا عايز اقول ده مش دلع، ما بنيجي نتكلم في الجزئيه دي يقول له حضرتك هتعمل تكبير لا، بيبقى مشكله كبيره بتعوق انها في حياتها الطبيعيه تبقى زوجه. كتير قوي بترفض الارتباط، الشكل الجمالي بيبقى مرفوض. يعني حتى العرب زمان كانوا لما يجوا يقولوا واحده ما فيش مقعده يقولوا زلاء، ده حاجه كانت تعاب بيها المراه. فاحنا بنصلح حاجه مش بنعمل حاجه يعني ايه فيها فانتزي. صح، دايما يا دكتور بتقدم لنا الجديد وبتشرح لنا وبتفصل لنا كمان التنسيق يكون ازاي والابعاد، ولازم يكون في شكل معين. يعني الناس بتكون لو هتيجي حضرتك بتبقى فاهمه وعارفه ايه اللي هيحصل بالظبط. شكرا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا احنا كده خلصت فقرتنا معاكم، اتكلمنا فيها عن شد الترهلات في مناطق الجسم، وكمان السمنه الموضوعيه اللي بتكون في المناطق المختلفه في الجسم. طبعا في نهاية فقرتنا بحب أشكر الاسم الكبير أستاذ دكتور عبد الرحمن عوضين استشاري جراحات التجميل والليزر. بشكرك يا دكتور. شكرا. مشاهدينا استنونا فقرات مميزة من برنامجكم طبيب الحياة.